فيديو النهاردة بإذن الله هنستكمل الجزء الثاني من البروكسيمال توبيول. عايز أفكركم بالجزء الأول، اتكلمنا عن التوبيولر ترانسبورت بروسيس، ترانسسيلولر وباراسيلولر باسوي، اتكلمنا عن الصوديوم ابزوربشن والكلورايد، الووتر ري ابزوربشن، اليوريا، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، واتكلمنا عن الايرلي والليت بارت اوف بروكسيمال توبيول، واتكلمنا عن الداينامكس اوف فلويد اكروس ذا توبيولر ري ابزوربشن، القوى التي تتحكم في التوبيولر ري ابزوربشن. النهارده هنكمل كلامنا في الري ابزوربشن، بدايه بالباي كربونيت ثم جلوكوز وفوسفيت ري ابزوربشن بالتفاصيل، ونتكلم عن السكريشن، ايه اللي هيترمي في اليومن اوف بروكسيمال توبيول، الهيدروجين، البارا امينو هيبيوريك اسيد والامونيا. طبعا كل حاجه هنيجي نقولها النهارده هتكون illustrated برسومات علشان نتخيل مع بعض. في البداية هو ده شكل البروكسيمال كونفوليوتد توبيول سل. اتفقنا لو خدت longitudinal section هيبقى السل موجودة في النص وبتشاور على اليومن، ادي ابيكال بوردر، وعلى البلازما بيزو لاترال بوردر. في البداية باي كربونيت reabsorption ما بيحصلش دايركت، بيحصل بطريقة غير مباشرة، هنيجي نشوفها دلوقتي مع بعض ازاي. في البداية بص معايا على البروكسيمال توبيول سل، هتلاقي فيه كاربون دايوكسيد، الCO2 هو الاساس. انت عايز تكون HCO3 يبقى لابد يكون ده ناتج لتفكك كربونيك أسيد H2CO3. طيب مين اللي هيكون كربونيك أسيد في الأساس؟ هو كربون دايوكسيد زائد المية. فدي الخطوة الأولى بالنسبة لي، رياكت مع بعض. طبعا رياكت بالكربونيك آن هيدريز إنزيم، يعني السهم ده عليه CA. لما سألنا دكاترة البايو قالوا ان الكربونيك ان هيدريز ليه نوعين، نوع جوه السل اللي احنا بنذكره الان اللي اسمه تايب 2، هو ده تايب 2، ونوع تاني في اليومن تايب 4. يبقى انا عندي نوعين من الكربونيك ان هيدريز. طيب كونت الكربونيك اسيد، ديسوشيت اتفكك لهيدروجين و HCO3. نيجي للهيدروجين، المعروف ان الهيدروجين دايما بيبقى secondary active secreted، دايما يتحرك من السل الى اليومن وفي المقابل بيدخل الصوديوم مكانه. هتقول لي طيب معلومة دي انا عارفها، بس السؤال الصوديوم اللي دخل مكانه من اليومن الى السل كان مصدره اساسا ايه؟ لان احنا في فيديوهات الاسيد بيز بالانس القادمة هتكلم عن مصادر الصوديوم باي كربونيت اللي هتبقى ابزوربد في البلازما. لغاية دلوقتي هنقول فكرة بسيطة، اليومن شخصيا نازل فيه صوديوم باي كربونيت اللي موجود في البلازما، ما هو البلازما فيها البافر ده NaHCO3، اتفكك ال NA لوحده و HCO3 نيجاتيف لوحده، فال NA بوزيتيف اتحرك من اليومن الى السل، في المقابل الهيدروجين دخل مكانه انتي بورت. تمام، يجي الهيدروجين ده رياكت مع HCO3 نيجاتيف اللي في اليومن، يعمل لي كربونيك اسيد، يتفكك ل CO2 زائد ميه، الCO2 ده يرجع يدخل مرة تانية جوه البروكسيمال توبيول سيل. ده بسميه CO2 سايكل، لأن طلبة بتسأل طب الCO2 ده اللي جوه السيل
هيخلص؟ اقول له لا، ما هو بيتجدد باستمرار، بيتجدد بالفكره اللي احنا قلناها. يعني اذا انا عندي كربونيك اسيد جوه السلم وكربونيك اسيد في اليومن، هنا في كربونيك ان هيدريز انزيم في الحته دي، الكربونيك ان هيدريز انزيم هيبقى تايب 4. خلي بالك الكلام ده في غايه الاهميه، عشان تفكك لسي او 2 زائد ميه في اليومن انا عايز السي اي تايب 4. لما نيجي بعد كده نشرح ديستال كونفوليوتد توبيول هقول لك معلومه مهمه قوي، لا يوجد كربونيك ان هيدريز تايب 4 في اليومن. يعني اليومن بتاع الديستال توبيول ما عندناش كربونيك ان هيدريز، ما بنجددش السي او 2 مره تانية، فقط كربونيك ان هيدريز موجود في الديستال توبيول سيل انترا سيلولر. دي الفكره المبدئيه. هتقولي لغايه دلوقتي انا معاك. طيب ازاي باي كربونيت حصل له ري ابزوربشن؟ بص معايا، الباي كربونيت اتحرك من السل البلازما بمصاحبه الصوديوم في نفس الاتجاه اللي هي الكو ترانسبورت او السيم بورت، ولما جم يتحركوا مع بعض كان في ريشيو 1:3، يعني صوديوم واحد يتحرك وقصاده او معاه 3 باي كربونيت بيبقوا ري ابزوربت. هتقول لي ماشي، يعني الباي كارب معتمد على الصوديوم. طب اسالك سؤال، طب والصوديوم اللي دخل جوه السل كان معتمد اساسا على نقلة مين؟ تقول لي الهيدروجين. طب والهيدروجين ده اتنقل from cell to lumen passive ولا active؟ تقول لي طبعا active، انت لسه قايل secondary active secretion. عشان كده الطالب الشاطر يقول لي انا استنتجت حاجة دلوقتي، باي كربونيت ري ابزوربشن is an active mechanism. ايوه، آلية نشطة. اوعى تقول لي انه باسف لانه اعتمد على secondary active hydrogen secretion. زي لما شرحنا في الفيرست بارت اوف بروكسيمال توبيول، قلت لك الجلوكوز في نقلته من اليومن للسل secondary active لانه معتمد اساسا على البامب اللي هي primary active. يبقى الباي كارب ري ابزوربشن لابد ان يكون active ومش باسف. طيب عندنا نقطة تانية مهمة، ما هي العلاقة بين البايكارب والكلورايد؟ هتقولي يعني ايه؟ البايكارب ده شايل نيجاتيف تشارج والكلورايد شايل نيجاتيف تشارج. زمان لما كنت بشرح ريسبيريشن فاكر كلورايد شيفت فينومينال، كنا بنقول فكرة ايه؟ ان البايكارب اللي جوه الريد سيل كان بيتحرك من السل البلازما، وفي المقابل الكلورايد اللي في البلازما كان بيتحرك بالعكس لجوه السل، وقلنا ده هو التوازن الكهربي. يعني ايه؟ ايون نيجاتيف يخرج قصاده ايون نيجاتيف اخر يدخل، فالكلورايد لما لقى الان ايه ماسك في الاتش سي او 3 وجوم البلازما قال انا ما بقاش ليا مكان، فالكلورايد اتحرك من البلازما الى السل ومن السل الى الفلترت او اليومن. وده نقطة في منتهى الاهمية، لازم نخلي بالنا بهذا التناسب العكسي، ده مهم جدا. طيب الكلام ده مجرد افكار، ولكن انا عايزك تاخد بالك من حاجة، ان نقلة الصوديوم والهيدروجين، شايف الدايرة دي بسميها صوديوم هيدروجين اكستشينجر، لان فيديو النهاردة هنتكلم عن ثنائيات كتيرة. ادي اول ثنائية صوديوم هيدروجين اكستشينجر، ايوة دي ثنائية عكسية، وصوديوم باي كاربونيت السيمبورت في نفس الاتجاه، لان انتوا هتعدوا معايا في طول الفيديو. طب دكتور احنا عندنا سؤال دلوقتي،
احنا بندرس الكلام ده ليه؟ يعني نفترض الكربونيك انهيدريز تايب 2 عملنا له انهبيشن اللي هو جوه السل، منعنا تكوين الكربونيك اسيد، ايه اللي هيحصل؟ لو منعت تكوين الكربونيك اسيد يبقى منعت انه يتفكك لهيدروجين و HCO3. تقول لي اه، منعت الصوديوم هيدروجين اكسيتشينجر ده وقف، وبالتالي الصوديوم ما دخلش في السل، فما حصلش صوديوم بايكارب ري اب زوربشن. ده بالعكس، ده الصوديوم بايكارب هينزل فيه اليومن، وطالما ملح نازل في اليومن او الفلترت ونهايته اليورين هيشد وراه ميه، وده بنسميه دايوريسيز، يعني الفوليوم اوف يورين هيزيد. ودي فكره الادويه المدره للبول، علشان نتخلص من فوليوم اوف يورين كبير امنع الكربونيك انهيدريز، فتمنع الصوديوم بايكارب ري ابزوربشن، مصيره ينزل في الفلترت. طبعا من اشهر الادويه هنا دواء اسمه دياموكس. خلي بالك ان الدواء ده هو الاسم التجاري، وبنسميها دايوريتكس. طبعا الكلام ده في غايه الخطوره. طيب لو حصل كربونيك انهيدريز انهيبيشن تتوقع ايه؟ هتقول لي تتوقع البايكارب ككونسنتريشن في الدم هيقل. لازم تبقى التوقعات دي موجودة عندنا بشكل واضح وصريح. بص بقى معايا، دي النوتس اون بايكارب ري ابزوربشن، ودي اللي احنا قلناها اثناء الشرح، ان الفلتر دي بايكارب نوت دايركت ري ابزوربت، يعني الصوديوم بايكارب اللي نازل في الفلتر ما حصلوش امتصاص مباشر. في نوعين من الكربونيك انهيدريز، وده اكتف ري ابزوربشن، واتكلمنا عن كربونيك انهيدريز انهيبيشن. طيب احنا كده اتكلمنا عن كل حاجه في الري ابزوربشن، بقلنا فقط حاجتين، جلوكوز وفوسفيت ري ابزوربشن. بس قبل ما نيجي نقولهم، تعالى نعمل ريفراكش ريكول للمعلومات اللي اخدناها الفيديو اللي فات ولغايه دلوقتي. نسب الري ابزوربشن في البروكسيمال توبيول، وانا قلت لكم الفيديو اللي فات هنحاول نحفظها لكم بشكل اسندنج من الرقم الاقل الى الاعلى. 50% ري ابزوربد يبقى يوريا اللي هي الباك ديفيوجن، 60% الكالسيوم، 65% صوديوم والووتر، وقلنا ده ايزو اوزموتيك ري ابزوربشن ومعاها الكلورايد. 80% اتنين يبداوا بحرف البي، بوتاسيوم، فاكر ايرلي وليت، ايرلي هو تابع للصوديوم وليت هو ورا الكلورايد والفوسفيت. عايز اقول معلومه عن الفوسفيت، الفوسفيت اللي نازل فيه اليومن بيبقى في شكل داي صوديوم هيدروجين فوسفيت، يعني الفوسفيت اللي نازل ده عبارة عن Na2HPO4. هتقول لي طيب ال Na2 دكاترة البايو قالوا لنا يتفكك لحاجتين، ل Na بس و Na HPO4. طب تعالى على ال Na بس، عايزين نحركه من اليومن الى السل، في المقابل الهيدروجين يتحرك بالعكس اللي هو الصوديوم هيدروجين اكسيتشينجر، لما دخل الهيدروجين بالعكس هيتفاعل مع الباقي، مع ال Na HPO4، فبقى Na وال H2PO4 تحول من داي صوديوم 2 صوديوم الى 2 هيدروجين الى صوديوم داي هيدروجين فوسفيت، تحول من الكالاين الى اسيدك. ايه ده؟ يعني انا كنت الكالاين فوسفيت بقيت اسيدك فوسفيت. الكلام ده هنعرفه
مع فيديو الاسيد بيز بالانس اسمه تايتريشن. كلمه تايتريشن معناه ايه؟ تايتريشن معناه المعادله، المكافاه. انت كنت قلوي بقيت حمض. دايما في المعمل لما نيجي نحضر حاجه تبقى الكالاين شويه، لا نزود عليها الاسيد، نقلل البي اتش شويه. الكلام ده مهم جدا، لازم نكون عارفينه. هتقول لي طيب ايه علاقه الصوديوم ضايع صوديوم هيدروجين فوسفيت باسيد بيز؟ ما هو ال ان ايه هيدخل جوه السيل، تقول لي انا معاك، وبعد كده ال ان ايه يتحرك ووراه الباي كربونيت. قدرت تكون صوديوم باي كربونيت في البلازما. زمان اتعلمنا واحنا طلبه معلومه مهمه قوي، كل هيدروجين ايون هتتخلص منه في اليومن هيبقى سكريتد قصاده صوديوم باي كربونيت يبقى ريابزوربت. ده كلام في منتهى الاهميه. كل ما تخلص من اسيد واتش بلس انا ببني بفر في البلازما وبزود المولكيولز اللي مفروض تتكون. طالما انت بتزود البفر هتقدر تتفاعل مع اي سترونج اسيد في الدم وتحوله الى ويك اسيد. طب ما هو ده فكره التوازن، والكلام ده هنقوله فيما بعد، فكره الفوسفيت وصوره، بس انا حبيت اقولها بشكل بسيط. في معلومه كمان مهمه عايزك تركز عليها. لما جينا اتكلمنا عن الصوديوم باي كارب اللي نازل في اليوم، طبعا قلنا ان ال ان ايه هيدخل جوه السل والاتش مع الاتش سي او 3. هتقولي طب ما انا كده كونت اسيد في الفلترت. الاسيد اللي اتكون في الفلترت هيقلل البي اتش في البروكسيمال توبيول. يعني انا اليومن كان نازل فيه صوديوم باي كارب الطبيعي اللي موجود في الدم اللي كان البي اتش بتاعه 7.4. تقول لي طيب لما تكون لي كربونيك اسيد في اليومن هتقلل البي اتش الى 6.8. خلي بالك من الارقام دي، البي اتش قل. طب طالب بيقول لي طب ما هو لما كل ما البي اتش بيقل هيبقى في صعوبه ان الهيدروجين نتخلص منه، ما الهيدروجين ايون ده رمز الاسيد. اقول له ما تقلقش، طول ما البي اتش بتاعك فوق 4.5، افتكر 4.5، لو البي اتش قل عن 4.5 سيتوقف التخلص من الهيدروجين ايون، الكيدني هتبطل سكريشن اوف هيدروجين ايون. علشان كده علمونا نقطة مهمة، ان الـ pH 4.5 is the limiting step. limiting هو لو انا قلت عنها خلاص انت هتوقف كل عمليات التخلص من الهيدروجين ايون. 80 الى 90% هو باي كارب ريابزوربشن، وهيتبقى 10% لسه هنعرف مصيرهم. خلي بالك الفيديو اللي فات انا قلت لك ان في رحله هتحصل عبر انابيب الكليه. عايزين نعرف الصوديوم ده بدايه الرحله 65%. طب يا ترى والنسبه الباقيه اللي هتمتص تمتص منين؟ طب اكتف او باسف؟ هنقول الكلام ده بالتفاصيل الممله. طيب بعد ما خلصنا الباي كربونيت سنبدأ في الجلوكوز ري أبزوربشن. عايز أفكرك دقيقتين كده بالفيديو القديم فيرست بارت بروكسيمال توبيول. جلوكوز ري أبزوربشن، الجلوكوز عشان أحركه من اليومن إلى السل سكندري أكتف بكارير اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر اس جي ال تي. نقلة الجلوكوز من السل الى البلازما حصلت بفاسيليتيت الديفيوجن بجلوكوز ترانسبورتر 2. هذا الكلام احنا قلناه من قبل. النهارده جايين نتكلم عن الكاريرز شيالين الجلوكوز. بما ان انت يا جلوكوز قيم
ومهم جدا للبرين. احنا عايزين نعرف بقى كلام بالتفاصيل عنك. بصوا معايا على اللي انا رسمه ده، البروكسيمال كونفوليوتد توبيول الاسود، والدوائر الحمراء بتعبر عن الكاريرز اللي موجوده في الوول اوف بروكسيمال توبيول. وعشان نكمل الرسمه، تخيل ان انا في خطين بارالل، اتنين هنا موازي للبروكسيمال توبيول، هو البيري توبيولر كابيلاريز. ايوه، في كابيلاري بارالل لهذا البروكسيمال توبيول. عايزين الاول نفهم الفكره. انا عندي نيفرونز قصيره ونيفرونز طويله، وده شيء منطقي. احنا نمتلك 1,200,000 نفرون تقريبا، مش كلهم طول واحد. فواحد يسألني طب والمعلومة دي اناتومي يعني تفيدك في ايه؟ بما ان احنا مختلفين في الطول، يبقى مختلفين في عدد الكاريرز، عدد الكاريرز. طب دكتور عندنا سؤال، هو دلوقتي الكاريرز دي بتنقل جلوكوز؟ بتنقله. بناء على ايه؟ على تركيزه في الدم. في نقطة لازم تعرفها، concentration of glucose في الدم كام؟ هنضربه في الفوليوم of الفلتر. دايما لما نيجي نتكلم على جلوكوز اهو هنا يمسك في الكارير الحمراء، احنا بنتكلم عن amount of glucose in the filter. دكاترة الفسيولوجي قالوا في المراجع اسمها filtered load، حمل او تقل الجلوكوز اللي نازل. اي amount حاجتين مضروبين في بعض، تركيز السكر في الدم كام تايمز حجم الفلتر. هتقولي حجم الفلتر انا عارف، اللي هو جي اف ار 125 ملي في الدقيقة، ده الفوليوم. هضربه تايمز concentration of glucose، يا ترى تركيز السكر كام؟ هل 100 ملي جرام بيرسنت ولا 120 150؟ هو كام؟ علشان كده عايزك تخلي بالك معايا دلوقتي من حاجة مهمة. ادي الفلتر دلوت اوف جلوكوز، وده الكلام اللي قلته، فوليوم تايمز كونسنتريشن. تعالى دلوقتي نعمل تباديل وتوافيق، نشتغل الجبرا. ادي الفوليوم 125، هضربه في تركيز السكر في الدم 180 ملي جرام بيرسنت. طبعا 180 ملي جرام في المية، كأني بقول لك 180 على 100، ما دي في المية تبقى 1.8. لو ضربتهم في بعض يديلي القيمة اهي 225 ملي جرام في الدقيقة. كمية الجلوكوز اللي هننقلها بكارير من اليومن اوف بروكسيمال توبيول الى البيريتوبيولار كابيلاري اهي. هتيجي تقول لي طب وايه علاقة الكمية بطول او قصر النفرون؟ اقصر نفرون عندك اللي فيها اقل كارير، قالت طول ما الجلوكوز ليفل بيفضل يزيد حتى 180 ملي جرام بيرسنت، انا اقدر انقله كله للدم. دايما نبدأ بالاضعف، بالاقل امكانيات. يعني جلوكوز كونسنتريشن 100، 120، 150 الى 180، ما تقلقش، اقل نفرم في الكفاءة وعدد الكارير هتنقله، لن يظهر الجلوكوز في اليورين اساسا اساسا. طيب امتى يبتدي يظهر؟ تقول لي يا دكتور خلاص كلامك بقى واضح في الاستنتاج، لو الجلوكوز كونسنتريشن بقى اعلى من 180 ملي جرام بيرسنت. يعني ال 180 ملي جرام اقدر اعتبرها الحد الادنى. الحد الادنى لايه؟ اذا زاد السكر عن كده حتى بواحد ملي جرام بيرسنت كتركيز، سيبدأ في الظهور في اليورين من خلال الشورت نيفرونز. عشان كده ده هيوصلنا لتعريف مهم قوي اسمه رينال ثريشولد
فور جلوكوز. كلمه ثريشولد خدناها زمان في النيرف مينيمال ستيمولس، النهارده هنقول عليها ايه؟ مينيمال جلوكوز كونسنتريشن اباف ويتش جلوكوز ستارت تو ابير ان يورين. خلاص بعد كده ما اقدرش اعمل حاجه، ده عندي 180 ملي جرام برسنت. طالب يسال دلوقتي سؤال قبل ما نكمل، طب وهو النفرونز اللونج اللي فيها امكانيات اعلى وعدد كاريرز اكبر ما تقدرش تساعد الشورت نفرونز؟ اقول لك مش هتساعدها، في انانيه هنا، كل واحد يتولى اموره. شورت نفرونز شغاله لوحدك، جلوكوز ليفل كتركيز بقى اعلى من 180، دي مشكلتك انت، هيبدا في الظهور في اليورين من خلالك انت. فيجي طالب يقول لي ايه بقى؟ يقول لي طب انا عندي سؤال، ال 180 ملي جرام برسنت لو بنتكلم بصفه عامه، هل كل الكاريرز مشبعه ساتيوريتد، كل البروتينز ماسك فيها جلوكوز؟ اقول لك لا، بعضهم ماسك والبعض الاخر لا. يعني معنى الكلام يا دكتور، لم نصل بعد الى الماكسيمم ترانسبورت، لسه ما وصلناش للحد الاقصى من النقل. انا بعتبر الكاريرز دي عاملة زي كراسي في مدرج، في كراسي طلبة قاعدين عليها ولسه كراسي تانية فاضية، نقدر ندخل طلبة تانيين، طلبة دول هم الجلوكوز. طب لو القاعة اتملت، انا اسف، اي حد تاني مش هيقدر يقعد، هيقف او يستنى بره المدرج، وده اللي هنقوله دلوقتي. طيب عشان كده باجي اقول لك ايه، نورمالي جلوكوز ليفل 100 ملي جرام برسنت، احسب لي الفلترد لود. قد يجي مسائل تقول لي ما ده الكونسنتريشن، هقسمه على 100 لانه قال في المية، 100 على 101 تايمز 125 ملي بير مينت اللي هو جي اف ار، يبقى 125 ملي جرام بير مينت. سؤال في الارقام اللي قدامك، هل القيمة دي هيظهر من خلالها جلوكوز في اليورين؟ تقول لي لا، ده أقل بكثير من ال 225 ملي جرام بير مينت. أنا مش عايز اللي يشوف الفيديو النهاردة يتلخبط، يتلخبط ما بين جلوكوز كونسنتريشن وفلتر ديلوت. ككونسنتريشن أنت 180، أعلى من كده هتبان في اليورين. كفلتر ديلود وده قلناها، انت 225 ملي جرام بير مينت لغاية كده لن تظهر في اليورين حتى من خلال اضعف نفرون عندك. طيب نيجي بقى ندرج الارقام اكتر واكتر. اجي اقول لك ايه، لسه مش كل الكارير ساتوريت، طب امتى تبقى مشبعة؟ تعال بقى نقول الارقام. لو الجلوكوز كونسنتريشن وصل ل 300 ملي جرام برسنت، عند 300 ملي جرام برسنت ده معناه ايه؟ ان الاماونت يساوي فوليوم 125 جي اف ار تايمز تركيز الجلوكوز 300%، يبقى 300 على 100 يعني 3، اضرب 3 في 125 يطلع لك اهو 375 ملي جرام بير مينت. عند هذه القيمة أو كمية الجلوكوز اللي بتتفلتر، إذا وصلت لده كل الكاريرز بقت ساتوريتد، وصلنا إلى الماكسيمم ترانسبورت، خلاص مفيش ولا كارير مش مشبع. ده احنا ايه بنتكلم على اللونج نفرون اللي هو أعلى امكانيات عددا في الكاريرز. يبقى انا هقدر استنتج دلوقتي ان عند القيمه دي كلهم بقوا ساتوريتد، all carriers in all nephrons are saturated. ده انت جبت اخرك، ده معناه ان انت وصلت
الى ترانسبورت ماكسيمم. حتى كتعريف اقراها من الاخر الاول, ماكسيمم اماونت اوف ا سبستنس ويتش كان بي ترانسبورتد. وهنا سؤال طلبه كتير ليا من زمان, هو الكارير اتخلق فقط يعمل ري ابزوربشن؟ اقول لك لا, ما هو في كارير برضو دوره ينقل الحاجات اللي انا مش عاوزها في الدم الى اليومن, يعني في سكريشن برضو. عشان كده التعريف الكامل والدقيق للترانسبورت ماكسيمم هو ماكسيمم اماونت اوف سبستنس ترانسبورتد, يبقى ري ابزوربد او سكريتد. لازم الاثنين تقولهم مع بعض. عايزك تخلي بالك من معلومة مهمة قوي, ان الميلز غير الفيميلز. ايوة, يعني لو اتكلمنا عن الفيميل ترانسبورت ماكسيمم 300 ميلي جرام بير منت, تعال نتكلم على الراجل يزيد ب 75, 375 ميلي جرام بير منت بالنسبة للميل. خلي بالك ان ترانسبورت ماكسيمم معناه ان انت وصلت للحد الاقصى. اي كارير ربنا خلقه ليه ماكسيمم ابيليتي, سعة زي العربية ما تقدرش تشيل اكتر من كده, انت وصلت الى السيلينج او السقف بتاعك. دي حاجة لازم نكون عارفينها كويس, وادي الفاليو بتاعتنا. طب ازاي اقدر احسب ترانسبورت ماكسيمم بصفة عامة؟ بص معايا على الابريفيشن اللي مكتوب, التي كابيتال هو ترانسبورت, والام سمول هو ماكسيمم, والجي هو رمز للجلوكوز. طب ازاي احسب؟ قالك هنزود تدريجيا في الكونسنتريشن اوف السبستنس. يعني الفكرة ببساطة ان انت بتعلي بالراحة, gradual increase, وكل مرة بتحدد كمية المادة اللي filtered واللي excreted. طيب انا لو جيت شفت اللي نازل في الفلتر كام ماينس الاكسكريتد في الدقيقة كام, يبقى انا قدرت اعرف الفرق ري ابزوربت كام. والري ابزوربشن مبنية على كاريرز, يبقى انا بقدر اوصل الى حساب ترانسبورت ماكسيمم وبصفة عامة. طبعا ده شكل اساسي بالنسبة لنا. طيب قبل ما نقول فوق 300 ميلي جرام برسنت هيبان الجلوكوز في اليورين وهيبقى جلوكوزوريا واسبابها ايه هي, عايزين دلوقتي نتكلم على رسمة معبرة عن اللي احنا شرحناه. هي دي الرسمة اللي انا قصدي عليها. بص على الاكسس, الهوريزونتال اكسس بيبين الجلوكوز كونسنتريشن في البلازما, والفيرتيكال اكسس بيوضح الفلتريشن او الري ابزوربشن او السكريشن. بص معايا بقى, لما كان الجلوكوز كونسنتريشن 100, شايف ايه اللي بيحصل؟ عادي بنعمل له ري ابزوربشن. الخط الازرق ده بيعبر عن الري ابزوربشن, كل ما يزيد اهو من 100 اهو بعمل ري ابزوربشن, 150 شايف كل شويه بنطلع. تعالى بقى بص لو علينا عن 180, مش اتفقنا ان ال 180 هو الرينال ثريشولد؟ لاحظ معايا بقى ايه اللي حصل, اهي لقينا ان ابتدى الكيرف الازرق يثبت بلاتو اهو. دي بسميها سبلاي, سبلاي عامله زي الانحناءه في الكيرف او الركبه, معناها سيبدا امتصاص الجلوكوز يقل, مش هتبقى العلاقه لينير او خط عادي علاقه طرديه كل ما يعلى تركيز السكر نمتصه, لا فوق ال 180 يبتدي يبان في اليورين. طب بص بقى معايا على اهو من اول هنا عند ال 300, عند ال 300 ايه اللي حصل؟ عند ال 300 خلاص, فاكر ده اعلى تركيز عندك للجلوكوز,
هيبقى 375 مللي جرام بير مينت، وده مهم قوي. يعني بص عند ال 300 اهي، لو احنا طلعنا منها خط وجينا كده، ده ال 375 مللي جرام كفلترد لود يحصل له ري ابزوربشن. فوق ال 300 الري ابزوربشن بقى كونستانت. شايف البلاتو ده او الخط الثابت، معناه سنتوقف في امتصاص الجلوكوز. احنا اسفين، all glucose carriers are saturated in all nephrons. علشان كده الكيرف بيبين لك قيمة اللي احنا بنقوله. طيب نيجي بقى للجلوكوزوريا. جلوكوزوريا معناها زيادة جلوكوز in urine. يا ترى الأسباب ايه؟ انت تقدر تستنتج الأسباب من خلال فهمك. السبب الأولاني ان في كاريرز بس الفلترد لود عالي، ده اللي شرحته. جلوكوز ليفل اكتر من 300 ملي جرام برسنت كتركيز، مش قادرين ان احنا نوصل كل حاجة للدم، خلاص ديابيتس ميليتس. فالجلوكوز اللي هيزيد في اليومن او داخل لي بتركيز عالي، نقول له اسفين كل الاماكن اتحجزت، الزيادة هينزل في اليورين. وحاجي في فيديو بعد كده هعرفك ازاي الجلوكوز ده هينزل في اليورين، بس اقولها لك بشكل مبدئي دلوقتي. الجلوكوز اللي زاد في اليومين ماسك في المية، مش هو ليه اوزموتيك باور؟ تقول لي طب طالما ماسك في المية يبقى هيمنع ان الووتر يبقى ري ابزوربد كتابع للصوديوم، ده كمان ماسك في الصوديوم، ماسك في ملح ومية، يبقى قلل الأوبليجاتوري ووتر ري أبزوربشن. ونستمر كده في اللوب أوف هينل وديستال وكولكتنج، ماسك الجلوكوز في المية لغاية لما ينزل في اليورين. طبعا الجلوكوز هيسحب معاه مية كتيرة في اليورين، طب ما هو ده دايوريتكس أو دايوريسز، ده هيزود من حجم اليورين بتاعنا. عشان كده مريض السكر بيشتكي، دكتور انا بروح التويلت كتير. طبعا اليورين فريكوينسي عدد المرات زاد قوي عن الطبيعي. طب في احتمال تاني انه عدد الكاريرز قليلين، ده مهم، ده عيب خلقي، انا عندي العدد قليل او الرينال ثريشولد عندي قليل، ده مرض انهيرتد او وراثي، او عندي الافينيتي للجلوكوز، افينيتي اللي هو ان الكارير يمسك في جلوكوز ويعمل له ري ابزوربشن قلت. طيب او حاجه ثالثه، نبات ينافس الجلوكوز على الكارير بتاعه، زي فكره الاتروبين والاسيتايل كولين بالظبط. انا همنع الجلوكوز انه يبقى ري ابزوربت. اول ثلاث اسباب دول اسباب مرضيه، لكن السبب الرابع فيسيولوجيكال. الستات اثناء فتره الحمل بيحصل مشكله في الرينال جلوكوز هاندلنج، تعامل مع الجلوكوز وانه يبقى ري ابزوربت في مشكله كبيره، عشان كده بيبقى فيه سكر حمل. طيب نكمل بعد كده كلامنا. طبعا الباي كربونيت قلناها، وادي البي اتش قلت لك اللي بيقل معانا. طيب عايز اتكلم الان على نقطه مهمه جدا، فوسفيت ان بروكسيمال توبيول. هتقول لي ما انت قلت الفوسفيت داي صوديوم هيدروجين فوسفيت واتكلمنا. عايز اقول لك ان نقل الفوسفيت بيبقى سكندري اكتيف. مش انا قلت الفيديو اللي فات ان الصوديوم هو القاطرة الكبيرة وكلنا وراك، سواء جلوكوز فوسفيت امينو اسيد بايكارب مية كلورايد، كل حاجة ورا الصوديوم. وعشان كده صوديوم has no transport maximum. اوعى تقول ان في حد اقصى لنقل الصوديوم، ما ينفعش.
ما ينفعش القاطرة الكبيرة نوقفها، لا، انت معاكي جرين كارد، تحرك براحتك. طب ايه السبب ان الصوديوم يتعامل هذه المعاملة؟ السبب ان الكارير never ever to be saturated with sodium، ما ينفعش يحصل تشبع. وسبب تاني ان الكارير has low affinity to substrate، يعني الكارير اللي بينقل الصوديوم نقول له احنا الافينيتي بتاعتنا او قابلية الجذب ليك مش عالية، مش بنجذب كتير منك ونتشبع، لا. عشان كده ده الحاجة الوحيدة اللي ملهاش ترانسبورت ماكسيمم. طب طالما بنتكلم على الترانسبورت ماكسيمم وقلنا الجلوكوز 375 ملي جرام بير مينت رجالة و300 ملي جرام بير مينت سيدات، اخبار الفوسفيت الترانسبورت ماكسيمم بتاعه، بص على الرقم، قليل جدا، 0.1، ياه ده عشر ملي مول بير مينت، عشر. عشان كده اي زيادة في الفلتر دي فوسفيت هتنزل في اليورين. والمعلومة التالتة في الفوسفيت، معلومة مكررة، انه اندر باراثايرويد هرمون كنترول، ذكرناها الفيديو اللي فات وذكرناها في الاندوكراين. هنا بقى ده تنظيم الفوسفيت، وده اللي انا قلت عليه، داي هيدروجين فوسفيت او مونو هيدروجين فوسفيت، وفكرة التايت ريشن اللي بنتكلم عليه. دي رسمة مبدئية، ادي اليومن وده السل، وهنا اللي بره ده البلازما. الصوديوم في اليومن اهو، شايف ان ايه 2 HPO4، ففي ان ايه هيتحرك قصاد الهيدروجين، وفي ان ايه تاني هيكون جوه اليومن، طبعا قصدي HPO4 مع الهيدروجين. طبعا دي فكره مبدئيه، وهي دي بقى النسب في النهايه، بما ان احنا خلصنا الري ابزوربشن تماما اوف بروكسيمال توبيول، دي النسب النهائيه، وطبعا قلناها، بس انا عايز اركز مين 100% جلوكوز وامينو اسيدز. شوف قيمه الجلوكوز عندنا في مصطلح انا عاوز اركز عليه، هو جلوميرولو توبولار بالانس اللي كاتبينه بالاحمر. خلي بالك كل ما يزيد الجلوميرولار فلتريشن ريت اللي نازل في البومنز كبسول، عندنا القدره على امتصاصه. ما هو في بيري توبولار كابيلاريز موازيه للبروكسيمال توبيول، كل ما يزيد الفلتريشن يتسحب، يزيد الفلتريشن يتسحب. طب هو انت بتسحبه ليه؟ انا عاوز الفلتريشن فراكشن تكون ثابته. فاكر الفلتريشن فراكشن هو الجي اف ار بالنسبه للرينال بلازما فلو، يعني انا بفلتر كام في الميه من البلازما اللي داخلالي. اللي داخلي 625 ملي الافكتيف اللي داخله في الفلتريشن، انا بفلتر منها 125، فلو قسمت 125 على 625 تطلع النسبة تقريبا 20% او 27%. انا عايز النسبة دي تبقى ثابتة. طب يا دكتور احنا عندنا سؤال، ازاي تقدر تعمل ري ابزوربشن؟ في بلازما بروتينز مركزة في البيري توبولار كابيلاري عندها قدرة على الشفط، على السحب. ولو تفتكر الفيديو التاني اللي انا شرحته، قلتلك ان البريشر في البيري توبولار كابيلاري قليلة، 13 مليمتر ميركوري، علشان يعمل ري ابزوربشن. معنى هذا الكلام ان هناك بالانس او توازن بين الجلوميرولار فلتريشن ريت واللي هيتسحب بالبيري توبولار كابيلاري. قالوا خلاص ما تيجي نقول البالانس، اول كلمه من الاثنين جلوميرولو توبولار بالانس،
اوعى تفتكر هنا التوبيولار بيريتوبيولار كابيلاريز اللي هي حوالين البروكسيمال توبيول جلوميريولو توبيولار. طالب الشاطر دلوقتي يقول لي ده في فرق ما بينها وبين كلمه تانية، توبيولو جلوميريولار فيدباك، فاكرها اللي كانت في الاوتو ريجوليشن اوف رينال فلو. توبيولو دي قصدي ديستال توبيول اللي متصله باللوب اوف هينل اللي عندها جاكستا جلوميريولار اباريتس. انا بحب دايما واحنا ماشيين في المنهج نفكر بعض بالكلام اللي اتقال زمان علشان ما يحصلش لبس. ده اسمه توبيولو جلوميريولار فيدباك. ازاي الماكيولا دنسا او الجاكستا جلوميريولار ازاي ياثروا على الافرنت والافرنت ارتريول اللي عند الجلوميريولاي. ده اسمه توبيولو جلوميريولار فيدباك. طيب نيجي دلوقتي نتكلم عن السكريشن في البروكسيمال كونفوليوتد توبيول. بعد ما عرفنا الري ابزوربشن هتخلص من مين؟ هتتخلص من مواد في الدم جيالك من البيريتوبيولار كابيلري. بارا امينو هيبيوريك اسيد ده مثال وده اللي هنشرحه النهارده، والكرياتينين نواتج المصل ميتابوليزم او ادويه، او ممكن اتخلص من مواد اتكونت جوايا زي الهيدروجين اين ده اتكون جوه السل عايز اتخلص منه، والامونيا وده هنتكلم عليها بالتفاصيل الممله. ايه الامونيا ده؟ الان طبعا امونيوم غير امونيا، خلي بالك من هذا الكلام، لان امونيا ان اتش 3 دكاتره البايو علمونا كده. يعني انا لما اجي اتكلم على امونيا هتحس ان انت قدام دكتور بايو كيمستري، وامونيوم هو NH4 وهناك فرق ما بينهم. طب تعال نبص بقى على الفكرة المبدئية قبل ما نقول التفاصيل. طبعا الأحمر ده إيفرنت أرتريول مكمل كابيريتوبيولر كابيلاري، والأصفر هو البروكسيمال كونفوليوتد توبيول. شايف السهم؟ سهم ده جاي من البيريتوبيولر كابيلاري وداخل جوه البروكسيمال توبيول، ده بيعبر عن سكريشن، عايز اتخلص من المواد اللي في الدم اهي. وقلنا قبل ما نقول التخلص ازاي، طب ما تيجي افكرك بالكليرنس اوف بارا امينو هيبيوريك اسيد. طب ليه يا دكتور؟ مش دي احد المواد اللي في الدم اللي انا عايز اتخلص منها وارميها في اليومن اوف بروكسيمال توبيول؟ هتقول لي ايوه. اللي حصل البارا امينو هيبيوريك نازله اهي في الفلتر مع ال 125 ملي، بس مش كلها بتنزل، في جزء منها بيمشي في الايفرنت ارتريول ويروح للبيريتوبيولار كابيلاري. بص اهو اتجاه الماوس اهو، ثم يضاف على الجي اف ار. علشان كده قلت لك ان بيبقى رقم كبير 650 ملي في الدقيقة، رقم كبير جدا. الرقم ده جه منين؟ معناها ان ال 125 زودنا عليها فوليوم اخر من الدم على الفلتر، وده البارا امينو هيبيوريك. ووقتها قلت لك ان هذا الرقم قريب من الافكتيف رينال بلازما فلو، عشان كده اقدر استخدم البارا امينو هيبيوريك بشكل غير مباشر لقياس الافكتيف رينال بلازما فلو. قبل ما اجي اتحرك لسلايد اخرى عايز اقول لك ان البارا امينو هيبيوريك لا يمكن التخلص منها في سنجل سيركيوليشن. انا ما اقدرش اعمل كده، هتخلص منها على كذا دوره، دورتين ثلاثة، مش من أول مرة. طيب هنا بقى ناخد بالنا من حاجة، بارا أمينو هيبيوريك اهي النيجاتيف، بص ادي النيجاتيف اهو موجودة فين؟ موجودة في البلد، انت عايز تدخلها جوه اليومن. بص بقى
في المقابل لازم مين يتحرك؟ لازم الصوديوم. شايف اهي هنا ده احنا جينا قلنا سيم بورتر اهي للبارا امينو هيبيوريك. بص نقلت البارا امينو هيبيوريك من البلد للمكان ده الانترستيشال، ما ده البيريتوبولار كابيلاري وده الانترستيشال، كانت النقلة باسيف. ثم بعد كده شفنا علاقته بالسيم بورتر بالصوديوم، يعني هتحصل ازاي. طبعا الكلام ده بيبقى ادفانسد شوية بالنسبة للطلبة، ولكن اللي يهمني كطالب هو الجزء ده. بص معايا، زي ما جينا قلنا في الجلوكوز ان في حاجة اسمها سبلاي او الركبة، النقطة الفيصلية اللي بعدها هيحصل البلاتو او الثبات في النقل. بص معايا، الكيرف ده بيعبر عن بارا امينو هيبيوريك ككونسنتريشن على المحور الافقي هوريزونتال اكسس، والبارا امينو هيبيوريت اللي هيبقى سكريتد على المحور الاساسي او الراسي. بص معايا، كل ما تيجي تزود البارا امينو هيبيوريك من زيرو لخمسه لعشر الى عشرين، بص لغايه عشرين لما تركيزه عشرين، اطلع من عشرين كده واعمل بيربنديكولر اهي، هتوصل قصادها الى قيمة 80 ميلي جرام بير مينت. يعني لما يكون تركيز البارا امينو هيبيوريك 20 يبقى الترانسبورت بتاعه 80 ميلي جرام كسكريتد. زي ما في كاريرز موجودة تنقل السكر من اليومن الى الدم، في بالعكس في كارير موجودة تنقل البارا امينو من البيريتوبولر الى اليومن. الكارير ده بيصل الى الماكسيمم التي ام اختصار العالمي بتاعنا ترانسبورت ماكسيمم الى 80 ملي جرام بير مينت. بص عند صباعي اهو ده ال 80. طب اكتر من كده 21 الى مثلا فوق ال 20 هتلاقي انه حصل ايه في السكريشن، بلاتو ثبات، وصلنا الى الماكسيمم. اي زيادة في التركيز عن كده لن نستطيع التخلص منه. علشان كده كتب بتاعتنا تقولك ايه، عند اللو كونسنتريشن اوف بارا امينو هيبيوريك يزداد السكريشن لينير، يعني خط مستقيم، علاقة طردية ما بين التركيز والنقل. لو هاي بلازما بارا امينو هيبيوريك خلاص all carriers are saturated. وعايز اقول لك ان الترانسبورت ماكسيمم دايركت ريليتد لعدد الفانكشنينج بروكسيمال توبيول، ده مهم قوي. عايز تعرف كفاءه البروكسيمال توبيول عندك، ادي للعيان بارا امينو هيبيوريك. اذا قدرت تتخلص منه معناها ان كفاءة البروكسيمال توبيول راقية جدا. ده كلها اندايركت تيست علشان تبان، لازم اكون واخد بالي. يبقى دي اول حاجة انا عايز اعمل لها سكريشن. خلي بالك من الهيدروجين ايون، ادي الهيدروجين ايون بتاعنا، طب ما هو كمان عملنا له سكريشن سكندري اكتف. في الفيديو اللي فات والفيديوهات في بداية المقدمة قلت لك ان دايما الهيدروجين بيبقى secondary active secreted في مقابل الصوديوم، ما عدا في الانتركاليتد سيل او الاي سيل بتخلص من الهيدروجين بنفسي primary active، ودي نقطة في غاية الاهمية. طيب الان هنتكلم عن الامونيا. كده انا اتكلمت عن ثلاثة secretion، هيدروجين بالتفاصيل ازاي، كلمنا على البارا امينو هيبيوريك، والتالت هو الامونيا. في البداية احنا عايزين نتكلم عن بايو كيمستري. الامونيا دي مصدرها جاي منين؟ الاول نفهم الرسمة دي، ايه علاقة الرسمة دي بالرسومات دول؟ طبعا ده التوبيولر سل، عارفين هنا اليومن بتاعي
وهنا البيري توبيولار كابيلاري. بص معايا، الجلوتامين هو المادة الخام اللي من خلالها هكون أمونيا، هو أمينو أسيدز. فأنا لو ركزت هلاقي إن الجلوتامين أهو سهم جايله من التوبيولار ليومن، سهم الأسود، وسهم تاني داخله من البيري توبيولار كابيلاري. يعني معنى الكلام إن الجلوتامين له مصدرين، مصدر جاي من الفلترد العادي، أمينو أسيد دخل السل بسكندري اكتف ترانسبورت. فاكر ما هو الامينو اسيد يعامل زي جلوكوز بالظبط، سكندري اكتف، شرحناه. ومصدر تاني جاي لي من الدم، ماشي، كون لي جلوتامين هنا. الجلوتامين بص سهم يكون الجلوتاميك اسيد بايه؟ في انا عندي سلسله من الانزيمز، يعني جلوتامين بجلوتامينيز انزيم هيعمل جلوتاميك ويكون NH3 اللي اسمها امونيا، ثم الجلوتاميك اسيد يتحول لالفا كيتو جلوتاريك اسيد عن طريق النقطة التانية بقى، جلوتامين دي هيدروجينيز. يعني ده جلوتامينيز A وبي دي هيدروجينيز ويكون برضو الأمونيا، ثم يكون في الآخر 2HCO3. إيه ده؟ يعني الجلوتامين هيكون لي باي كربونيت، هيكون باي كارب، أهي أدي الـ HCO3 هنا وأدي الـ HCO3. طبعًا الرسمة دي جوه الميتوكوندريا بتاعت البروكسيمال توبيولار سيل. طيب دكتور أنا معاك، كونا الامونيا، بص بقى معايا على اللي حصل. الامونيا اللي هي ال NH3 تقدر تعدي بسهوله من السل الى اليومن باي ديفيوجن، ولما هتعدي هنحبسها جوه اليومن. زي فكره ايه؟ انت هتعدي ومش هرجعك، بالعكس. طب ليه؟ اصل اللي نازل في اليومن صوديوم كلورايد. تقولي ايه يعني؟ اقول لك بص بقى، الصوديوم وكلورايد الاتنين هيبعدوا عن بعض، فالان ايه هيدخل جوه السل، في المقابل هيخرج هيدروجين من السل لليوم. تقول لي عارفينها، الهيدروجين هيتفاعل مع السي ال فيبقى اتش سي ال. اتش سي ال في اليومن حمض قوي، ده يحرق اليومن. تخيل لو انا حطيت اتش سي ال على ايدك، ايدك هتتحرق حمض كاوي. ومش كده وبس، وستتوقف الفلتريشن. فطالب يقول لي ليه يتوقف؟ قلت له فاكر لما قلت لك ان الليميتنج بي اتش 4.5؟ تقول لي اه. قلت لك اذا كان كربونيك اسيد ضعيف قلل البي اتش في اليومن من 7.4 ل 6.8، بالك بسترونج اسيد هيقلله اقل من 4.5 وسيتوقف الفلتريشن. هتبقى كارثه، هيدروجين ايون مش قادرين نتخلص منه، يزيد في الدم يعمل اسيدوزس، ده كارثه. ده هيتوقف الاكسايتيشن كونتراكشن كابلنج للهارت وسكيليتال ماسل، هتموت. يبقى لابد من حل. هنا في اتش سي ال جوه اليومن، فيجي ال NH3 مع ال HCl يعمل لي NH4Cl، امونيوم كلورايد. اهي امونيوم، شايف ال NA اهو، ال NA دخل والهيدروجين خرج، جه الهيدروجين مع الCl عمل HCl، قلنا ان الامونيا تبقى معاه يبقى امونيوم كلورايد. ده اساس. هتقول لي الله، هو ده ليه علاقة بالأسيد بيز بالانس اللي بتقول عليه؟ أيوة ليه علاقة. ليه؟ لأن كل ما أنت بتدخل NH3 في اليومن، في المقابل بتكون صوديوم باي كربونيت جديدة. تقول لي طب إيه العلاقة؟ ما هو أنت هتدخل صوديوم تخرج هنا هيدروجين، صوديوم هيمسك مع الباي كارب، شايف 2 NA مع 2 HCO3، ويمشوا مع بعض بالدايره الحمراء السيم بورت،
او الكو ترانسبورت ويكون لي نيو صوديوم بايكارب. كل ما ينزل فيه اليومن صوديوم كلورايد ونعدله طبعا HCl ونعدله بالامونيا، هكون في المقابل في الدم بفر جديد، قوة إضافية تساعدني على الاتزان. ده مهم جدا كأسيد بيز بالانس. طب دكتور عندنا سؤال، ليه الـ NH3 هو اللي عدى؟ ليه مش الـ NH4؟ أقول لك خلي بالك، الـ NH4 لا يستطيع المرور لوحده من السل إلى اليومن، ما يقدرش. طب أمال إيه اللي يحصل؟ إحنا عايزينه، نفترض عايزينه يعدي، علشان يعدي محتاج صوديوم هيدروجين أنتي بورت. يعني إيه؟ يعني تخيل أهو الـ NH3 اللي جوه السل تفاعل مع الهيدروجين اللي جوه السل وكون لي أمونيوم NH4. قال لك الأمونيوم ده، بص أهو الـ NH4 علشان يخرج من اليومن إلى السل، يدخل السل اليومن قصدي، محتاج إن الصوديوم والهيدروجين يحصل ما بينهم تبادل. يعني أنا معتمد على هذا التبادل، ده مهم قوي. وإن السكريشن is in competition with hydrogen ion، هناك تنافس. عشان كده الطالب الشاطر يقول لي الأمونيا اللي هتدخل اليومن، الأمونيا associated بامتصاص الانترا سيلولار باي كربونيت. على فكرة الأمونيا دي ليها رحلة عظيمة جدا، الرحلة بتاعتها هي دلوقتي سكريتد في اليومن اوف بروكسيمال توبيول. طب ما هي هتنزل في اللوب اوف هينل اللي عامل زي حرف اليو، من اللوب اوف هينل رحنا عملنا لها ري ابزوربشن، نوديها للدم وندخلها في اليومن اوف ذا ديستال توبيول. طب وانت ليه عايزها تبقى سكريتد في الديستال توبيول؟ هنعرف الكلام ده فيما بعد. يعني الامونيا سكريتد بروكسيمال وسكريتد ديستال، وما بينهما في اللوب اوف هينل كانت ري ابزوربت. شايف الفكره؟ انا دخلت في اليومن في البدايه عشان امشي في اللوب اوف هينل، طب ازاي اوصل الى الديستال؟ اللوب عمل له ري ابزوربشن وده للدم، ومن الدم دخل تاني للديستال توبيول وسميناها امونيا سايكل. الكلام ده في غايه الخطوره. هتقول لي طيب ازاي اعمل ري ابزوربشن للامونيا؟ يعني هتتعمل ازاي من خلال اللوب اوف هينل؟ علشان اشرحها لازم تكون في البدايه فاهم اللوب اوف هينل الابزوربشن بتاعه هيحصل ازاي. طبعا الكلام ده هيتقال بالتفاصيل. بص معايا، وادي رسمه تانية بنفس الفكره، جلوتامين دخل من الانترستيشن ودخل من اليومن، جلوتامين عمل ال NH3 وعمل 2HCO3، ال 2HCO3 مع ال 2 صوديوم، تمام؟ هتقولي طب والاثنين صوديوم جه منين؟ ما هو في صوديوم نازل في اليومن. في المقابل انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل اخرج ال NH4 او الامونيوم. قلنا ان الامونيوم نقلتها معتمده على الصوديوم هيدروجين اكستشينجر، والرسمه دي كان ليها تكمله. يعني الصوديوم كان لازم نحط دايره كمان ونعمل اتش عشان اقول لك الصوديوم دخل جوه السل، في المقابل الهيدروجين من السل لليومن فاستفاد الامونيوم فعملت له سكريشن. يعني انت يا امونيوم ليك رايين، حاجتين تختارهم، يا اما تتنقل اندايركت بالطريقه دي، يا اما ال NH3 نفسه يعدي لوحده بالديفيوجن وجوه اليومن يعمل لك امونيوم كلورايد. بص حتى ادي ال 2NH4 اللي دخلت فيه اليومن رياكت مع السلفيت او SO4 نيجاتيف فعمل لي امونيوم سولت اوف سترونج اسيد. انا شديت الاسيد القوي ونزلته في اليورين.
الدايره الحمراء بتعبر عن برايمري اكتف ترانسبورت، والدايره دي سكندري اكتف. ما هو طبعا اذا وجد الصوديوم يبقى انت برايمري. لو قلنا هنا عند البيزو لاترال، ما البايكارب استفاد لانه سكندري، وشرحناها ازاي في بدايه هذا الفيديو. ده الفكره في منتهى البساطه. بص بقى معايا، دي رحله الامونيا along the nephron اهو، ان ايه وادي الان اتش 4، شايف ان ايه اهو، وادي الاتش، الاتش مع الان اتش 3 اللي دخل عمل لي ان اتش 4، والان اتش 4 في البروكسيمال نزلت اهي بالسهم ديسندنج لوب وطلعت في الاسندنج لوب، وبعد كده هنا الاسندنج في جزء السن وجزء السك زي ما قلنا في المقدمه، فجي الامونيوم الان اتش 4 قال خلاص انا لازم اتحرك مع الصوديوم ومع الكلورايد ونروح كلنا كده مع بعض في الدم في الانترستيشيال فلويد، ده الرياب زوربشن. ثم بعد كده اتفكك ال NH4 الى NH3 وهيدروجين. اتفكك ليه؟ عشان يقدر يدخل في الديستال توبيول والكوليكتنج توبيول. قالك انا عايز اتفكك اولا، ثم لما اتفكك اقدر ادخل. ما هو الامونيوم ناصح، قال انا لوحدي ما ينفعش اتفكك، فيدخل ال NH3 فرياكت مع الهيدروجين فيعمل لي تاني امونيوم. شوف عظمة ربنا والدنيا ماشية ازاي بمنتهى السلاسة والبساطة. عشان كده سميناها امونيا سايكل، ودي مهمة قوي. السايكل دي ماشية ازاي؟ ازاي ال NH3 هو اللي يدخل ورياكت مع الهيدروجين ويبقى امونيوم، والامونيوم ينزل ويوصل عند السيك اسندنج لوب ويتحرك مع الصوديوم والكلورايد. هتعرفوا معايا الفيديو اللي جاي ان ربنا خلق ترانسبورتر ثلاثي في السيك اسندنج لوب اوف هينل. دايما متعودين ان الشيال ثنائي، بنقل مادتين يا في نفس الاتجاه يا في اتجاهين مختلفين، لكن النهارده لا، ده احنا عندنا نقل ثلاثي. النقل الثلاثي كان صوديوم بوتاسيوم اتنين كلورايد هيتنقلوا، وهنعرف الفيديو اللي جاي هم هيتنقلوا ازاي الكلام ده بالتفاصيل. فجه الامونيوم اللي هو ال NH4 قال انا هستبدلك يا بوتاسيوم، لا بوتاسيوم اطلع انت من الثلاثي ترانسبورتر التريبل، انا مكانك، انا هستبدلك وهنتنقل مع الصوديوم ومع الكلورايد هنا في الانترستيشيال فلويد. وبعد كده اتفكك ل NH3 ثم دخل. دي الرحله بتاعتنا. عشان كده دلوقتي احنا بنرد على دكاتره البايوكيمستري اللي كانوا بيقولوا ان الامونيوم دي 100% مش مهمه، نقول لهم لا، ده ليها دور في الاسيد بيز بالانس. في نهايه هذا الفيديو بفكرك بالعناوين الرئيسيه: بايكارب ري ابزوربشن، جلوكوز ري ابزوربشن بالتفاصيل ورينال ثريشولد ترانسبورت ماكسيمم، وازاي نزود ترانسبورت ماكسيمم ونقيسه، وايه اسباب الجلوكوزوريا، كلمنا عن الفوسفيت ازاي بيتنقل ترانسبورت ماكسيمم، صور الفوسفيت بتاعتنا ازاي، كلمنا عن السكريشن بالتفاصيل هيدروجين سكندري اكتف بارا امينو هيبيوريك وترانسبورت ماكسيمم، والرسمه اللي بتعبر عن الترانسبورت ماكسيمم اوف بارا امينو هيبيوريك، واتكلمنا عن رحله الامونيا او الامونيا سايكل ازاي الاول كونت ال NH3 بجلوتامين جاي من ليومن وجاي من بيريتوبولار كابيلاريز، ثم بعد كده ازاي ال NH3 يقدر يتحرك وال NH4 يتحرك معتمد على صوديوم هيدروجين انتي بورت، ورحله الامونيا بدات سكريتد في البروكسيمال توبيول ثم ري ابزوربد في اللوب اوف هينل ثم سكريتد مره تانية في الديستال توبيول. كان معاكم دكتور محمد فايز.